بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من ملاطفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسعة صدره وخاطره أنه مرة كان على حمار عليه الصلاة والسلام، ركب على حمار وكان الحمار بغير سرج، ليس عليه قطيفة وليس عليه شيء، فركب صلى الله عليه وسلم وقال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ألا أحملك معي؟ قال: نعم يا رسول الله. فلما أراد أن يصعد أبو هريرة تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم فسقط، وأسقط رسول الله معه إلى الأرض. فتبسم صلى الله عليه وسلم وصعد مرة أخرى إلى الحمار وقال: ألا أحملك معي يا أبا هريرة؟ قال: نعم يا رسول الله. وكأن أبو هريرة ما عنده خبرة في ركوب الحمير، فركب مرة ثانية فتمسك برسول الله فأسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللمرة الثالثة مشى قليل والنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا هريرة يعني تعب من المشي، قالوا: يا أبا هريرة، ألا أحملك معي؟ قال: لا والله يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لا أوقعك ثالثة أبدا. فأخذ يضحك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العجيب أنه عليه الصلاة والسلام هنا لم يتغير ولم يتأثر، وهو في بساطته، مع أنه النبي، مع أنه القائد، مع أنه الإمام، مع أنه صاحب الهيبة والجلالة العظيمة، إلا أنه أولا لم يستنكف من أن يستصحب ويحمل معه أبا هريرة. وأبو هريرة من أهل الصفة، من فقراء المسلمين الذين لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم. ثانيا، لما أسقطه لم يتأثر ولم يقل له: ما تعرف، ما تفهم، كيف تركب الحمار، كيف تأخذني، كيف تسحبني، لم يتأثر، بل ضحك صلى الله عليه وسلم فأخذها كأنها نكتة من النكت. ومع هذا كرر مرة ثانية، ومع ذلك كرر له الطلب المرة الثالثة، وكلها وأبو هريرة، حتى جعل أبا هريرة هو الذي يكتفي وهو الذي يمسك. لم يستطع أحد أن يغالب رسول الله في أخلاقه أبدا. من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه لما يأتي أحد فيصافحه لا ينزع رسول الله يده حتى يكون المصافح هو الذي ينزعها قبله. يعني لو أن إنسان بقي ماسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ فيسحب يده. هذه من أخلاقه العجيبة الغريبة عليه الصلاة والسلام، بل كان كل من جالسه ظن أنه أحب الناس إليه. حتى أن عمرو بن العاص مرة جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمما رأى من شديد سعة صدر رسول الله وموادته وحبه وصفائه وملاطفاته واحتوائه وشدة إقباله، مع أن عمرو بن العاص كان له ما له، وما أسلم إلا متأخر جدا، ما أسلم إلا بعد الحديبية، فلم يكن هو من السابقين الأولين ولا هو من أصحاب البيعة، ومع ذلك توقع أن يكون أنه أحب الناس إلى رسول الله. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: لا لا لا، من الرجال. قال: أبوها. فقال: ثم من؟ قال: عمر. قال فسكت وقلت: خفت أن أعدد له فيعدد لي غيري كثير. هو الذي يعني كما يقولون حك وسأل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقيه أحد أو جالسه أحد لا يظن جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. هذا الخلق لا يستطيعه أحد من البشر بهذه الكيفية وبهذه الشمولية العجيبة. وصلى الله وسلم على عظيم الأخلاق حبيب الخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عطات وعبر جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمة ومنقذا ومعلما هذا الحبيب.